خلينا نروح ونهنئ الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي الحقيقه اللي كان معانا على التليفون يوم الجمعه او يوم قبلها بيومين قبل ما يسافر بيوم ولا حاجه، وتاني يوم مباشره الى المغرب لمسانده فريقه المحبب فريق النادي الاهلي. الف مبروك يا استاذ طارق. مبروك يا كابتن اسلام، ومبروك لكل الاهلاويه، ومبروك لمصر كلها. كنا مع بعض فعلا ليله السفر، يعني حضرتك كنت قايل لي تاني السفر يوم المداخله هتسافر. كانت ليله السفر. اعتقد يا استاذ طارق نفس الاجواء او اجواء شبيهه باللي كان حصل. انا كل شويه هفكرك بهذا الامر لانه ساعتها حضرتك كنت موجود معانا كعضو، ليس كعضو مجلس اداره ولكن كمشجع للنادي الاهلي، وانا حابب طبعا ان انت توصف الاجواء اللي حصلت خصوصا بعد فوز النادي الاهلي امبارح بالبطوله رقم 11. بالظبط تفكرك باجواء الارض. مع الفارق طبعا ان المغرب كان هو الملعب برضه كان نفس اطار الجمهور المزدحم بطريقه غير طبيعيه، لعيبه رجاله جدا 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 ما شاء الله، يعني نعم. يتحملوا الضغط ده يعني. لكن اجواء الارض طبعا اجواء الارض وفكرتنا بالفرحه الكبيره بتاعت الكاس. يعني لما كانت البطوله فكرنا من جوه من قلب المغرب، وخصوصا السنه اللي قبلها الظلم البين اللي وقع على النادي الاهلي فيها. هل دلوقتي حضرتك تبقى، انا عارف ان انت مقتنع، ولكن هل نقدر نقول للناس دلوقتي ان احنا بالفعل ظلمنا ظلم؟ يعني الناس دلوقتي هل ممكن تصدق ان احنا ظلمنا بعد الاداء الرائع اللي احنا عملناه في مباراه امبارح، وان وجود مباراه واحده في السنه السابقه فرق معانا كتير جدا؟ طبعا، والحمد لله، وكابتن محمود الخطيب راح قالها في الملعب وقت تسليم الكاس، قالها ده مش عدل، صحيح. ويشاء ربنا سبحانه وتعالى ان برضه كابتن محمود الخطيب يكون موجود في نفس الاستاد ونتوج بكاس افريقيا في السنه اللي بعدها على طول. احلى حاجه شفتها امبارح ايه يا استاذ طارق؟ يعني انت كنت موجود في وسط هذه الاجواء وقت لما محمد عبد المنعم جاب الهدف، انا شايفك نطيت، ويعني كلكم الحقيقه نطيتوا وكنتوا مبسوطين جدا. اكتر حاجه اتبسطت بيها ايه امبارح؟ اكتر حاجه اتبسطت بيها التماسك والحمد لله اللي موجود في مجلس الاداره بقياده الكابتن محمود، اللي هي الفرحه كلها مع الود والحب اللي هو من قبل كمان الماتش، يعني طول البعثه يعني. فدي في حد ذاتها الحمد لله ربنا بيكرمنا دايما بالتماسك اللي موجود، بالخبرات اللي عند كابتن الخطيب اللي بيديها لنا كلنا في كل المواقف الصعبه في تاريخ النادي يعني. دي دايما بتبقى بتديك برضو اللي هو سيستم ونموذج النادي الاهلي اللي ما بيتغيرش على مدار العصور، وخصوصا لما بيكون كمان على راس المنظومه رمز مرموز. استاذ طارق امبارح برضو ربنا كرمنا وتعادلنا، ولكن بمجموع المباراتين كسبنا 3-2. ايه الفارق ما بين فرحه النهارده وفرحه السنه اللي قبل اللي فاتت بقى؟ او امبارح يعني لا هي يعني عشان كانت القصه صعبه شويه يعني، الهدف اللي دخل فينا الاجواء هناك بالظبط، الجون اللي جه والاجواء اللي موجوده كمان، الاجواء اللي موجوده اصعب بكتير من اللي قبل فاتت طبعا. ده الفرق، وخصوصا ان كمان على حاجة عارف برضو المغرب في حاله بعد كاس العالم، فريق طبعا كاس العالم منتخب المغرب ابدع فيها، ففي حاله مسيطره على اخواتنا المغاربه يعني. فدي في حد ذاتها عامل نفسي بتديهم دافع جامد. اغرب حاجه شفتها حضرتك امبارح ايه؟ اغرب حاجه شفتها، لا بص حضرتك كاغرب ما حسيتش غير بالاجواء الماتش، يعني اجواء الماتش برضو دايما كانت بتحس صعبه انها لان دي مقابل ليها ما بيحصلش عندنا في القاهره يعني. يعني لو ابسط منها ما بيسمعش ليها، انما الاجواء اللي عاشوها اللعيبه وعشناها كلنا بس كنا بنشم كلنا اللي هو الحاجات المثيره اللي كانت بتتقلب يعني، او مش الشماريخ طوي. بعض المشجعين وانتوا نازلين من الطياره، اعتقد ان دي كانت اغرب حاجه، يعني وجهه نظري ان دي كانت حاجه غريبه جدا، ان انتوا وجدتوا بعض المشجعين اللي بيشجعوا او المصريين اللي بيشجعوا نادي الوداد، هل ده لفت نظركم او يعني شفتم الامر ده ازاي؟ لا يعني طبعا حاجه غريبه ومش عارف فرق ليها قوي يا كابتن اسلام،
لان مش يعني مش ماشيه خالص مع ما هو ده بالظبط، لانها حاجه غريبه بالنسبه المجتمع لنا المصري على فكره. بالظبط. يعني اعرف كتير قوي بيشجعوا انديه تانية. امبارح الفرحه اللي كانوا فيها والسعاده كانت غير طبيعيه، لان في النهايه دي مرتبطه باسم مصر. يعني النادي الاهلي لما بيذكر اسمه في كل المحافل العالميه، ده الحمد لله حاجه يعني بتشرف الواحد كمصري. يعني طبعا بشوف امبارح مانشستر سيتي وانديه عالميه عمالين يباركوا للنادي الاهلي، واسم النادي عمال يذكر النادي الاهلي بصفته موجود في مصر. فدي حاجات بقى خارج النطاق اللي احنا تعودنا عليه كمصر. بالعكس، احنا ناخد الايجابي منها، والايجابي منها زي ما حضرتك قلت كده ان في مصريين كتيره جدا ما بيشجعوش النادي الاهلي ولكن كانوا من جدا. الحريصين. انت عارف النهارده انا مثلا واحد من الناس، النجم الكبير كابتن ابو رجيله لقيته بيكلمني النهارده الصبح بيقول لي يا اسلام مبروك وبارك لجمهور النادي الاهلي كله الف الف مبروك. هذه هي الحاجات كابتن اشرف الايجابيه. قاسم مكلمني امبارح وبارك، وغيره من يعني من رموز ناس على قدر من القيم صحيح والاحترام، صحيح، ناس قديمه. بس حضرتك عارف بقى الاجواء اللي دخلت. هو ده الايجابي يا فندم اللي احنا دايما طبعا بالظبط بننظر كده. او بنحاول نحط سبوت او ضوء على اللي حصل ليه عشان ننظر للناحيه الايجابيه فيه. بالظبط في النهايه يا استاذ طارق، لو حابب تقول كلمه لجمهور النادي الاهلي. جمهور عظيم ويستحق كل فرحة، ودايما يا رب يكون مجلس الإدارة عند حسن ظنهم. والحمد لله ربنا كرمنا بكم يعني إنشاءات وخدمات ونشاط رياضي. الحمد لله الألعاب الرياضية ماشية كويس جدا، وبطولات غير حقيقي مسبوقة يعني. فالحمد لله يستحقها جمهور الأهلي ويستحق أكثر منها كمان. انا اسف اخر سؤال بس، لان انا عارف ان حضرتك رئيس لجنه العضويات في النادي الاهلي، فبالتالي مقر القاهره الجديده او مقر التجمع الخامس هل ستبدا خلال الفتره اللي جايه؟ يمكن 3 4 ايام اللي فاتوا دول كانوا عشان مباراه النهائي، واللي انا عرفته ان امبارح كان التجمع الخامس مثلا في فوق ال 4000 او 5000 عضو من اعضاء الجمعيه العموميه بيتفرجوا على المباراه هناك. ده عايز اقول لك هو كمان الاضويات لم تنقطع خلال الايام اللي فاتت. طب كويس يعني جدا. الماتش والدنيا ماشيه كويس جدا. وكان الدكتور سعد شلبي وسلامه حلمي المدير المالي عاملين لجان خلال الايام الماضيه، يعني عشان برضو يعني مراعاه عدد كبير من الراغب الادويه وكده. فلا الدنيا ماشيه كويس جدا، واقبال من الاعضاء غير طبيعي على فكره. يعني اقبال كل يوم زي ما حضرتك بتقول كده. امبارح برضه كنت بنظر الاعضاء وهم بيتفرجوا على الماتش هناك، حاجه تفرح يعني. يعني احنا امبارح كان اول مره نصور من المباراه النهائيه، يعني حضرتك عارف بنبقى دايما قناه الاهلي موجوده في كل المقرات. امبارح بالظبط بعتنا الكاميرا في مقر النادي الاهلي في التجمع، الحقيقه فوجئت بعدد كبير جدا 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 موجود. يعني هذا هو النادي الاهلي، وهؤلاء هم عائله النادي الاهلي يا استاذ طارق، ودايما دايما في سعاده ودايما في بطولات. وبشكرك جدا 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 يا استاذ طارق على وجودك معانا، والف الف الف مبروك. شكرا جزيلا للأستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي.